أجرت مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم لقاء خاصا مع مستشار خاص لأهداف التنمية المستدامة والاستثمار بالحكومة النيجيرية، هو السيد سولاب هاموند، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ. مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه التغطية المباشرة لفعاليات ما يدور في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، وتابعنا في هذا المؤتمر المشاركات الواسعة من مختلف دول العالم وأيضا من الوفود المشاركة في هذه النسخة. ويكون لنا هذا اللقاء مع شولابي هاموند، وهي مستشار الحكومة للتنمية المستدامة. أولا أود أن أرحب بك في قناتنا قناة المصرية الأولى. حدثينا عن مشاركتك هنا في COP27 وما هي مشاركة الحكومات؟ شكرا جزيلا. اسمي شولابي هاموند، أنا أعمل مع حكومة لاغوس وأنا عضو في مجلس الوزراء، ونركز على الاستثمار وأهداف التنمية المستدامة ومكتبها. ونحن وزملائي لدينا وفد من 18 فردا، ونحن نتعامل مع التغير المناخي ونأخذه مأخذ الجد. وكان وقتا مهما جدا هنا، الكوب مهم هنا، نحن نعمل هنا منذ أسبوع ونصف، وهذا أمر نحن نتعامل معه بمنتهى الجد. ونحن في لاغوس وفي الولايات لدينا تأثر كبير بالتغير المناخي، وأيضا حتى قبل الكوب لدينا الكثير من المشاركات الخاصة بالتغير المناخي، ونلتقي مع العديد من الأطراف، وهناك نقوم بالقيام بالعديد من الأنشطة المرتبطة بهذا الأمر، لأننا نؤمن بأن الحالة تحتاج أن نتعامل معها بجدية شديدة. ونحن نعمل مع العديد من الأجنحة الإفريقية، وبالطبع هناك الجناح النيجيري، لذا فإننا قضينا وقتا رائعا جدا هنا، واستطعنا أن نشترك في جميع الأنشطة المرتبطة بالصمود والطاقة والصحة، لأن من المهم أن تكون الصحة حاضرة في المفاوضات والتنمية المستدامة. Environment, on resilience, on energy, on health, because it's very important to bring health into the conversation, and of course on the SDGs. We know that your country uses. نعلم أن بلادكم تستخدم الطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري. ما هي استراتيجيتكم لاستخدام الطاقة الخضراء؟ نعم، في لاغوس ونيجيريا عموما تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، وأيضا نعتمد على الغاز الطبيعي، ولكن هناك استخدام لوقود الديزل، ولذا يجب أن نعمل بشكل كبير على هذا الملف وأن نستخدم جميع القوى المتاحة، ولكن هناك أيضا اعتماد على مصادر طاقة أخرى، ونحن نستطيع أن نتحول إلى الوقود الأخضر، وهناك حاجة ملحة لذلك. وبصفة خاصة في لاغوس لدينا حوالي 25 مليون شخص يعيشون في لاغوس، وهذا عدد كبير من البشر، وهناك العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمدينة لاغوس، وجزء كبير من النشاط الاقتصادي مرتبط أيضا بلاغوس، لذا فإن هناك حاجة ملحة جدا للطاقة، والطاقة الخضراء تمثل أحد الطرق المهمة للتعامل ومعالجة هذه القضية، وبصفة خاصة عبر 30 عاما الماضية التي زادت فيهم مشكلة الطاقة. في لاغوس نحن لدينا استجابات ولدينا خطة التغير المناخي، وكنا حاضرين في جلاسكو العام الماضي، والتحول الطاقة كان جزءا مهما من هذا المؤتمر. نحن نتعامل مع قضية النقل ومع قضية الطاقة، ونحن نقلل الاعتماد على الطاقة الملوثة، وهناك حركة نقل كبيرة تتم، وهناك الكثير من النقل الذي يتم والتحولات المطلوبة لكي يكون هناك انتقال إلى استخدام الطاقة الكهربائية. فنحن نحاول أن نتحول إلى الطاقة الخضراء. وفي لاغوس لدينا حوالي أكثر من 25 مليون شخص يعيشون فيها، وتم مضاعفة عدد السكان 4 مرات في 20 عاما، وبالتالي هناك عدد كبير من السكان يعيشون في تلك المدينة، ونحتاج أن نعالج الفقر في الطاقة المتاحة، وجزء من ذلك أن نتعامل بشكل عملي مع الغاز، ونيجيريا من البلاد المنتجة للغاز، وأيضا نحاول أن نبحث عن أنظمة بديلة أخرى خضراء، مثل التعامل مع طاقة الرياح وكذا ذلك الطاقة الشمسية، وأن يكون لدينا محطات طاقة شمسية في لاغوس، وأن نحقق هذا الانتقال. نحن متأكدين أن هناك رغبة في القيام بذلك، ونحتاج أن يكون هناك تأكيدا على هذا الأمر.
and looking at solar, having solar plants in Lagos. And so for us to make that transition, we've shown that people can pay and people are willing to pay. But we do need the rest of the world to come in and support us in making that transition. If we talk about the إذا ما تحدثنا عن التمويل وعن الاتفاقات التي تم توقيعها والجلسات التي حضرتيها، حدثينا بالمزيد عن هذا الشأن. كما ذكرت في العام الماضي كان هناك دفعة قوية جدا لخطة التغير المناخي والمرتبطة بالتخفيف والتكيف، ولكن في هذا الكوب ما نركز عليه هو التكيف، وكان هناك تركيز بالفعل أيضا على التخفيف، ولكن هناك تركيز أكثر على قضايا التكيف، وهذا ما نسعى لأن نقوم به، أن يكون هناك تدعيم لقضايا التكيف. كما تعلمين أفريقيا ليست مسؤولة عن انبعاثات العالم من الغازات الملوثة، ولكن هناك عمل يجب أن يتم القيام به، وأفريقيا متأثرة أكثر من غيرها من جهات العالم، ونحن نواجه تأثير التغير المناخي أكثر من الآخرين، ونحن في موقع منخفض عن سطح البحر بحوالي 1.5 متر، ونحتاج الكثير من الجهود إذا لم نصل لمجابهة عدم ارتفاع درجة الحرارة لما هو فوق 1.5، فإننا سنواجه نتائج كارثية، وسنفقد 20 مليار دولار إذا ما ارتفع درجة الحرارة أعلى من 1.5. لذا فإننا نسعى للدعم ليس فقط في الانتقال للطاقة، ولكن أيضا في تقوية صمود البشر ومواجهة القضايا المتعلقة، ونحن نتعلق لأن نحصل على 8 مليار دولار لمعالجة الخسارة والضرر الذي لحق بنا. نتمنى أيضا أن يحدث هذا لكم، وشكرا لوجودكم معنا. Prevent a massive loss of $30 billion and of course the disruption to the 20-25 million odd people that live in Lagos. We hope also this. Thank you for being you. With us. مشاهدينا الكرام، مبادرات والعديد من الاتفاقات التي يتم توقيعها هنا في هذه الفعاليات وهذا المؤتمر، وأيام قليلة تفصلنا عن الوصول إلى ختام هذه الفعاليات بتوقيع العديد من الاتفاقات التي تصل إلى التكيف وتمويل الدول التي تعاني من أثار التغيرات المناخية.